الفاتح من شهر ماي يوم تاريخي لا اختلاف فيه ولا عليه، لكنه يأتي هذا العام بنكهة جزائرية خالصة. ففي هذا اليوم ستغيب الاحتفالات الفولكلورية وتحضر بدلا عنها مسيرات لعمال فرقتهم قطاعاتهم المهنية وجمعتهم مطالب حضارية لمستوى الحدث التاريخي الذي تسطر حروفه يوما بعد يوم. يا ابو صالح نقول لك كيما قال لك الخاين تاع صاحبك يا وصح النوم، الجزائري ما يخليها لكش، السيادة للشعب والقوة للشعب ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. لن تصدح حناجر العمال بالخبز هذه المرة بل بالتطهير. نحن نطالب برحيل الكل، أي برحيل الوجوه الفاسدة، ولا نطالب بالمحاسبة. المحاسبة أبري يعني نشكلوا دولة جزائرية ديمقراطية شعبية، ثم نبدأ نحاسبوا في الوجوه الفاسدة. لأول مرة في الجزائر بل أول مرة في عيد العمال، العمال في الشارع يوم عيدهم، شارع حرك وحرر أبناؤه الجميع، فخرج العمال بمختلف قطاعاتهم من مطالب فئوية ضيقة إلى مطالب سياسية راقية تخدم الوطن وأبناء الوطن لتغير تاريخ هذا الوطن. بإبداع ونزاهة بهما لن يتسلى عن وطنيته، لن يتخلى وعنها أبدا، لن يتولى.